الحين انتقل احمد ابو حماد من جديد في الاكاديميه الملكيه لفنون الطهي. مباشره اليك احمد ابو حماد، صباح الخير. نعم سمر، صباح الخير، وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة العاصمة عمان. إحنا موجودين معكم على الهواء مباشرة من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وهي من أهم مشاريع صندوق الملك عبد الله للتنمية. انطلقت عام 2008 لتعليم فنون الطهي وتقديم قادة مستقبليين في مجال صناعة الطعام وتعزيز القطاع السياحي والفندقي من خلال إعداد الكفاءات المؤهلة والمدربة، وهي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الحاصلة على اعتماد جامعة لوزان السويسرية. بتضم هذه الأكاديمية حوالي 9 مراكز تعليمية تطبيقية و7 مطابخ أساسية وأول مكتبة للطهي في الأردن. طبعا مشاهدين، لحتى نتعرف عليها أكثر رح يكون معنا الآن الست هالة شقير من قسم التسويق واستقطاب الطلبة الجدد. صباح الخير هالة، يعطيك العافية. الله يعافيك، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. طبعا بالبداية حابين نحكي عن الفكرة من إنشاء هذه الأكاديمية. بداية الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي عضو مشارك في شبكة المدارس المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية. جامعة لوزان الفندقية السويسرية هي دائما ما تصنف بأنها رقم واحد في العالم من الجامعات في مجال قطاع الضيافة والسياحة. تأسست 1893. بالنسبة للأكاديمية الملكية لفنون الطهي، هي تأسست عام 2008 كأحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. كان تأسيسها تجسيد لرؤية جلالة الملك برفض خريجين من الشباب الأردني، توجيههم نحو التعليم المرتبط بسوق العمل، رفض السوق كمان بمهارات عالمية على أعلى المستويات عشان ينضجوا بقطاع السياحة والضيافة. الأكاديمية الملكية لفنون الطهي كتير بتآمن بالتعليم المرتبط بالتشغيل، فكمان احنا عندنا تعاون مع صندوق التدريب صندوق التشغيل والتدريب المهني والتعليم التقني، بيقدموا لنا منح للطلبة خصوصي من المحافظات أو الأقل حظا، عشان يقدر كل شرائح المجتمع الأردني الراغبة في أنها تدخل هذا المجال أنه يدخلوا يدرسوا هاي الدراسة يتخرجوا. وتطمح الأكاديمية أنها مش بس تخرج خريجين لهم على أو دارسين فنون طهي، لا، هي بتطمح تخرج أو الهدف الأساسي تخريج سفراء لهذه الصناعة، سفراء للأردن، تخريج أشخاص مبتكرين رواد في هذا القطاع. طيب أنا يعني حب أرجع هيك لسؤال جميل. طبعا أنا عندي حب وشغف للطبخ، أي واحد بيقدر يجي على الأكاديمية وينضم ضمن الكادر الطلابي اللي موجود فيها؟ أكيد أي واحد. هلأ إحنا منقدم برنامج مدته سنتين عبارة عن دبلوم حاليا. هاي شروطها إنه أهم إشي يكون الطالب أنهى الثانوية العامة بس بنجاح أو غير ناجح، يعني ما في عندنا مشكلة لأنه ممكن ياخد دبلوم تقني. الشرط الثاني هو اللغة الإنجليزية، لأنه المنهاج كامل باللغة الإنجليزية، ففي شرط علامة معينة من امتحان توفل أو الآيلتس لازم يجتازها الطالب عشان يقدر يمشي بالمواد عنا. ولكن هي الحد الأدنى للالتحاق 18 سنة، ما في حد أعلى للعمر. أي شخص راغب أو عنده هذا الهواية أو هذا على القليل الاهتمام بقدر يدخلها. بدرس عنا سنتين عبارة عن 4 فصول دراسية، كل فصل مدته 5 شهور. بداوم الطالب كل يوم ما عدا جمعة سبت من الساعة 9 للساعة 5. أول فصلين بدرسهم داخل الأكاديمية، الفصل الثالث بيكون تدريب عملي ميداني، يعني ما بداوم بالأكاديمية، بتدرب بفندق 5 نجوم سواء بالأردن أو خارج الأردن حسب رغبة الطالب عشان يكسب خبرة عملية. بالفصل الرابع بس يتخرج بتكون المواد أكثر متطورة، بمسك مشاريع، في عنا المطعم بديروا الطلاب في أوقات معينة من السنة بيكون مفتوح للعامة بقدروا يجي يتعشوا فيه، فهو بيكون مدار من قبل الطلبة طبعا بإشراف المدرسين تبعونهم. بس بعدين بتخرج، ووصل تقريبا أكثر من 450 خريج لغاية الآن من لما تأسست الأكاديمية. تقريبا 85% من الخريجين بحصلوا على فرصة عمل بعد التخرج مباشرة. حاليا في 252 طالب تقريبا ملتحقين ببرنامج الدبلوم. احنا يعني حابين تعرف شوي عن بعض الأقسام والمرافق الموجودة داخل الأكاديمية. أكيد. هلأ احنا عندنا أكثر من مطبخ هو مصمم أنه
يكون ريبليكنت مشابه للمطابخ اللي في فنادق 5 نجوم عشان الطلاب يتعودوا على المطابخ في هاي الصناعة. كمان عندنا غرف صفية، في مكتبة، في غرفة الكمبيوتر، وفي المسرح. مكتبة. نعم، في مكتبة كمان، هي هدية من جلالة الملك عبد الله الثاني، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لأنها كلها متخصصة بمجال فنون الطهي، كتب فنون الطهي، كتب في هذا القطاع، الضيافة، السياحة، إدارة الفنادق. نعم، شكرا لك، صباحك سعيد، شكرا على المعلومات. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. طبعا مشاهدينا، مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي. تعرفنا مع ست هالة شقير أكثر على هذه الأكاديمية والهدف من وجودها وعن فكرتها وعن تأسيسها، وتعرفنا على هالنشامة. بعد قليل راح نكون مع بعض الطلاب لحتى نتعرف على سبب التحاقهم بهالأكاديمية وتعرف أكثر على أساليب التدريس وبرامجها التدريسية. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. لقونا بعد قليل من الأكاديمية، وصباحكم سعيد.